شكرا سيد رئيس، سادة الوزراء، سيداتي زملائي النواب المحترمون. تعرف الطرق بالعالم القروي بصفة عامة وإقليم وجدان بصفة خاصة إهمالا كبيرا، سواء فيما يتعلق بالصيانة أو الإنجاز. لذا نسائلكم سيد الوزير عن الإجراءات أو التدابير الاستعجالية التي ستقومون بها لمعالجة هذا الإشكال. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب الكريم. سيد الوزير تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، نشكر الفريق المحترم والنائب المحترم على طرح هذا السؤال، وهي مناسبة مرة أخرى لكي نتحدث عن العالم القروي والأهمية ديالو، ولا سيما أنه في البرنامج الحكومي، وأعتقد هناك إجماع ليس في هذا الموضوع أغلبية ومعارضة على أن العالم القروي يحظى بعناية خاصة وبرعاية خاصة، وحتى الصندوق الذي ديال التنمية القروية الآن ضعف جوج ديال المرات. كانت الأسئلة حول الطرق العام القروي، وكل مرة فيها واحد الخصوصية حسب المناطق. كنتمنى يكون بثلاثة باش يمكننا نعطيو نفس الأرقام، ولكن هذه مناسبة باش نوضح أنه فعلا يمكن نوضح تأثير أخرى، أنه لما خذيت الإحصائية ديال الجهات وديال الأقاليم يمكن لي نقول فعلا ماشي حيت أنا من جهة الغرب، جهة الغرب مازال ما وصلش 50%، المعدل الوطني هو 60%. أثناء إن شاء الله الأجوبة نعطيو أرقام أخرى، يعني واصلة ل 49%، بمعنى من الجهات التي ستحظى برعاية خاصة في إطار العدالة التي تتبناها الحكومة ويتبناها الجميع، على أنه لا بد أن يقع نوع. وداخل كل جهة، حتى الجهة اللي وصلت 70% ولا اللي وصلت 80%، أكيد كاين شي جماعات ما وصلاش للمعدل ديال الجهة. فإذا هذا هو التوجه إن شاء الله اللي عند الوزارة، واللي قلت سابقا على أنه غنمشيو في هذا الاتجاه. بالنسبة للوزان فقط يبغي نقول بأنه فقط هذه أنه تم تخصيص في البرنامج الثاني ما يقارب من 158 كيلومتر، وتخصصت له ميزانية ديال حوالي 160 مليون درهم، وأنجز الآن أو في طور الإنجاز ما يقارب من 75 كيلومتر وما يقارب 110 مليون درهم. وفي البرمجة اللي جاية ما تبقى بالبرنامج الثاني في انتظار البرنامج الثالث غادي يكون إن شاء الله حوالي 83 كيلومتر. وفي السؤال ديالكم جاء أيضا حول يعني حول الطريق الجهوية 408، يمكن لي نقول لكم خصص لها 33 مليون ديال الدرهم في طور الإنجاز بعد ما نديروا العملية ديال التكسية وديال تثبيت الأرضية آنذاك بدراسة جارية باش يمكننا نبرمجوا العملية ديال التكسية إن شاء الله. لكن فقط هذا خبر الناس ديال وزان أنه تقرر إحداث مديرية إقليمية للتجهيز باش إن شاء الله، على اعتبار أن الشبكة الطرقية موزعة بين إقليم سيدي قاسم وإقليم ديال الشاوي، فبالتالي بغينا نجمعوا الشبكة في إطار مديرية باش يمكن لها تواكب معنا إن شاء الله هذه البرامج وهذه المشاريع. وطبعا حال الإقليم كيستحق مثل واحد العدد ديال الأقاليم اللي كتجتمع فيها الجبل مع الوعورة ديال التواصل والعالم القروي، وبالتالي غنعطيو عناية وغادي نجيو نتحدثوا على هذا الموضوع في الأسئلة المرتبطة بالعالم القروي والجبال. شكرا سيد وزير، لكم كلمة سيد نائب في إطار التعقيب. شكرا سيد وزير على جوابكم، ولكن كما يقال ليس الخبر كالعيان. أنا من الآن سألتكم باش تقوموا بواحد زيارة للمنطقة. علاش هاد الزيارة سيد الوزير المحترم؟ باش توقفوا بنفسكم على موطن الخلل. طريق 408 اللي ذكرتوها الآن الأشغال ديال التهيئة تقريبا أشرفت على الانتهاء، ولكن سؤال ديال المواطنين والمعالجة ديال المواطنين تيتعلق بالشطر الثاني المتعلق بالصفقة ديال التدفيد. فهنا سيد الوزير ربما كتفكروني رأي، ربما أنكم تتعيشوا كذلك نفس المعاناة ديال المواطنين، ولكن الناس في هذه المنطقة بصفة عامة عانوا معاناة وما قدين شيء يزيدوا يصبروا أكثر. كذلك سيد الوزير المحترم عندنا الطريق الإقليمية رقم 4573 اللي هي من سد الوحدة مرورا جماعة الغيرة اللي في وضعية جد سيئة ووصولا إلى قرية ترواد. وهنا سيد رئيس السيد الوزير المحترم، هنا في قرية تروال يعني عين الكارثة. وانا نقول لكم علاش عين الكارثة، لانه وقعت واحد ثقب او واحد حفرة كبيرة جدا في واحد القنطرة اللي الان القرية مهددة بالحصار باعتبار ان الناس الان مبقاوش كيمكن لهم يدخلوا لهذه القرية هذه، فما نتسناوش تتوقع الكارثة وعاد نبقى نقراو الفاتحة على المواطنين.
فكنتم منكم أنكم تعتبروها نقطة سوداء. كذلك السيد الوزير المحترم عندنا طريق كذلك الإقليمية رقم 4571 من 408 إلى مركز سيدي بوصبار. في هذا الطريق توجد في حالات ووضعية أسوأ. كذلك الطريق الغير مصنفة بدءا من ولاد الدر إلى الشهدية، وكذلك من 408 إلى سيدي الفرجاني فرقة فنانة اللي جماعة ساهمت وعطات الحصة ديالها، والآن المواطنين تيسألوا عليها. فضلا كذلك عن طريق المؤدية من سيدي رضوان إلى وزان اللي في واحد الحالة يرثى لها. كذلك من خروبة الزومي، كتعلموا وكتعرفوا سيد الوزير على الأهمية، قلت قبل قليل 49%. حنا نقول لكم الإقليمية وزان ما يمكنش يتعدى 5%، ما يمكنش. هذا أنا عندي الملف وعندي سيد نائب محترم انتهى الوقت. سيد الوزير لكم بعض ثواني فقط. على الحال أنا كنت كنمشي لهذه المنطقة الميكوزير لأنها تابعة للمنطقة ديالي كما تولي الشمال. لا هي قلتي كمن ليس كمن. ثانية أنا كوزير رخبرتكم سابقا أنه أسبوعيا عندي زيارات ميدانية، لكن في نفس الوقت كنستقبل المنتخبين والبرلمانيين. اليوم كان عندي استقبال المنتخبين من جهة الشرط مرحبا نستقبلهم ونتذكر معهم على هذا المواضيع. شكرا. السؤال الموالي دائما في نفس القطاع هو حول وضعية النقل.